بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي التلاميذ، معكم الست إيمان معلمة مادة العلوم للصف الرابع الابتدائي من المدرسة العراقية الألمانية. درسنا لهذا اليوم هو الدرس الثاني للفصل الثاني من الوحدة الأولى. بعد ما تعرفنا على النباتات المركبة، هي كائنات طبعا حية من الكائنات الحية المركبة، اليوم رح نتعرف على الدرس الثاني رح نتعرف على الحيوانات المركبة، النوع الثاني من الكائنات الحية المركبة. ماذا سنتعلم في هذا الدرس؟ سأتعلم في هذا الدرس أن أولاً الحيوانات تصنف وفقاً لتركيب أجسامها. اثنين، الحيوانات توجد فيها تراكيب لأداء وظائف مختلفة. ثلاثة، الحيوانات المركبة مهمة للإنسان والبيئة. ألاحظ وأتساءل، الحيوانات من حولنا كثيرة ومتنوعة، تختلف في مظهرها وتركيب أجسامها. ما أجزاء أجسام الحيوانات المركبة؟ نلاحظ الصورة الأمامنا، الصورة الأمامنا يوجد حيوان، شنو الأجزاء اللي دا نشوفها بي؟ نشوف رأس، نشوف أرجل أو أطراف، لاحظ وجود الذيل، هاي كلها هي أجزاء لجسم الحيوان. رح نتعرف أيضا على أجزاء أخرى للحيوان، ورح نصنف الحيوانات وفقا لصفة معينة فيها. ننتقل للصفحة اللي بعدها، الاستكشاف اللي راح ننتقل بها إلى كتاب النشاط، صفحة 17 من كتاب النشاط. انتقلنا إلى الاستكشاف. استكشف، ما الذي يميز جسم الحمامة عن جسم حيوان الإسفنج؟ جسم الحمامة نحتاج نموذج لحمامة، ونحتاج أيضا نموذج لحيوان الإسفنج، قلم رصاص، دفتر ملاحظات حتى ندون به كل معلومة راح نتعرف عليها من خلال ملاحظتنا للصور. هاي هي شكل الحمامة. الحمامة هاي الأمامنا، من شنو تتكون؟ شنو اللي نشوفه؟ نشوف أمامنا هسه مبدئيا رأس، اللي احنا نعرفه رأس وجذع وذيل، هذا اللي نشوفه. طيب أيضا عندنا الإسفنج، هذا هو حيوان الإسفنج اللي موجود يعيش في المياه، هذا حيوان بسيط. طيب راح نتعرف أيضا ماذا طريقة العمل، أو أنا أعمل شنو اللي يطلب من عندنا. أولا ألاحظ، أتفحص نموذجا محنطا للحمامة وأتعرف إلى أجزاء جسمها وأدون ملاحظاتي. ذكرنا أنه جسم الحمامة يتكون من رأس وجذع، هذا الجذع أو اللي هو الظهر، وذيل. إذن نذكر بالفراغ رأس، جذع، وذيل أو أطراف. نذكر اللي دا نلاحظه احنا شنو دا نشوف؟ نلاحظ أطراف أو نلاحظ ذيل. مبدئيا راح نكتب رأس وجذع وأطراف. اثنين، أتفحص نموذجا لحيوان الإسفنج وأتعرف إلى تركيبه وأدون ملاحظاتي. راح نلاحظ حيوان الإسفنج، هاي الفتحات الصغيرة اللي موجودة بالحيوان هي مثل فم لهذا الحيوان، فمجموعة هذه نسميها فميم، والجسم مالته اللي يكون على شكل أسطواني. إذن الفميم والجسم الأسطواني، نذكر بالفراغ الفميم والجسم الأسطواني. أقارن، أعمل جدولا التشابه وأوجه الاختلاف بين أجزاء جسم الحمامة وأجزاء جسم حيوان الإسفنج. الصفة اسم الكائن الحي الحمامة الإسفنج. الاختلاف، شو الاختلاف؟ الحمامة جسمها مغزلي ومحاط بالريش، هذا شكل جسم الحمامة، هذا اللي هو يساعدها على الطيران، شكلها هذا نسميه مغزل، يشبه المغزل. نقدر نطلع صورة المغزل، نبحث عليها
على الانترنت ونشوف شكل المغزل، شكل الحمامة يشبه شكل المغزل. فبعد شنو صفاتها؟ مغطاة بالعيش. أما الإسفنج لا يتميز بشكل معين، شكله قلنا جسمه اسطواني ما يتميز بشكل معين. طيب التشابه شنو بيناتهم؟ التشابه كلاهما يتغذى ويتنفس. عندنا الحمامة تتغذى وأيضا الإسفنج يتغذى، والحمامة تتنفس والإسفنج أيضا يتنفس. إذا هذه هي أوجه التشابه وأوجه الاختلاف. ماذا نستنتج من هذا الاستكشاف؟ ما التراكيب الجسمية والخصائص التي تميز الحمامة من الإسفنج؟ الحمامة مثل ما نلاحظ هذول الأطفال دي يتعرفون على شكل الحمامة المحنطة اللي أمامهم. الحمامة لها رأس وجذع وأطراف، الأطراف اللي هي شنو؟ الأجنحة والأرجل، أرجل الحمامة وأجنحتها هي أطرافها. ويكسو جسمها ريش، الريش يغطي جسم الحمامة. أما الإسفنج جسمه اسطواني ويمتلك فمين، مثل ما ذكرت لكم هذا جسمه اسطواني، شكل الجسم مالته اسطواني ويمتلك فمين. هاي هي الفميمات، الفتحات اللي موجودة به. هسه بعد 5 أتواصل أعرض نتائجي على زملائي وأتعرف إلى نتائجهم. طيب هسه نرجع إلى الكتاب، نتعرف أكثر على الحيوانات المركبة وما هي الحيوانات المركبة. الفكرة الرئيسية للموضوع، الحيوانات المركبة مختلفة في مظهرها وتمتلك أجسامها تراكيب تساعدها على أداء وظائفها. إذا احنا نلاحظ بالبيئة مالتنا هناك الكثير من الحيوانات مثل القطط، الدجاج، الحصان، الأغنام، الجمل، هاي كلها حيوانات تختلف أشكالها عن أشكال الحيوان الآخر. المفردات اللي راح نتعلمها بهذا الدرس: الحيوانات المركبة، الأسماك، البرمائيات، الزواحف، الطيور، اللبائن. ما الحيوانات المركبة؟ تعرفت من النشاط السابق أن الحيوانات تختلف في مظهرها وأشكالها وألوانها، ولها تراكيب جسم مختلفة تساعدها على أداء وظائفها وفي الحصول على احتياجاتها. إذن تراكيب جسمها اللي هي الرأس، الجذع، الأطراف، هاي كلها تراكيب أو أجزاء جسم هي تساعد الكائن الحي حتى يقوم بوظائفه للحصول على احتياجاته مثل الغذاء، الماء وغيرها من الأشياء. طيب تعريف الحيوانات المركبة. نعم إذا جانا سؤال ما الحيوانات المركبة، يعني يطلب من عندنا تعريف الحيوانات المركبة. هذا هو تعريف الحيوانات المركبة، راح أشرح عليه. الحيوانات المركبة حيوانات ذات أجسام متعددة الخلايا ولها أجهزة جسم، وكل جهاز يتكون من أعضاء متخصصة تساعدها في أداء وظائفها لتعيش وتنمو وتتكاثر. نعيد التعريف مرة أخرى: الحيوانات المركبة حيوانات ذات أجسام متعددة الخلايا ولها أجهزة جسم، وكل جهاز يتكون من أعضاء متخصصة تساعدها في أداء وظائفها لتعيش وتنمو وتتكاثر. خلينا نجي نفسر التعريف. بالبداية الحيوانات المركبة هي حيوانات ذات أجسام متعددة الخلايا، يعني جسمها ما يمتلك خلية واحدة، لا يمتلك خلايا عديدة، لهذا سميت بالمركبة لأن جسمها يحتوي على خلايا متعددة وتراكيب أو أجزاء
متعددة مثل الرأس قلنا والجذع والأطراف والذيل وغيرها من الأجزاء اللي راح نتعرف عليها فيما بعد. طيب ولها أجهزة جسم، شنو هاي الأجهزة؟ الأجهزة مثل الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، كل جهاز من هاي الأجهزة ذاكرنا، وكل جهاز يتكون من أعضاء متخصصة. شنو هاي الأعضاء؟ مثلا الجهاز الهضمي من شنو يتكون؟ يتكون من المعدة، الأمعاء، هاي كلها هي أجهزة تساعد الحيوان حتى يقوم بوظائفه. شنو هاي الوظائف مالته؟ اللي تساعده على العيش وتساعده على النمو وتساعده على التكاثر. احنا اذا ما نتغذى، ما الحيوان اذا ما يتغذى او الانسان او النبات ما راح لا يستطيع العيش ولا يستطيع النمو ولا يستطيع التكاثر. فهذا المعنى او التفسير اللي يسهل علينا حفظ التعريف، نفسر التعريف حتى يسهل حفظه. نعيد للمرة الأخيرة، الحيوانات المركبة حيوانات ذات أجسام متعددة الخلايا ولها أجهزة جسم، وكل جهاز يتكون من أعضاء متخصصة تساعدها في أداء وظائفها لتعيش وتنمو وتتكاثر. هاي بالصورة أمامنا هي شكل جسم الدجاجة، أجهزة الجسم للدجاجة. هذا شكل أجهزة جسم الدجاجة، موضحها داخل الصورة. إن شاء الله بالسنين القادمة بالمراحل القادمة راح تتعرفون على أجهزة جسم الحيوانات. هنا تراكيب جسم النمر، رأس، عنق، بطن، هاي أجزاء جسم النمر. ننتقل للصفحة اللي بعدها، صفحة 45. تصنف الحيوانات المركبة إلى مجموعات، صنفوها أو رتبوها إلى مجموعات حسب شكل الحيوان وجسمه وما يحتويه جسمه وطريقة التكاثر مالته أو طريقة الحركة مالته. أول نوع من هذه الأنواع الحيوانات هي الأسماك. الأسماك حيوانات مركبة تعيش في المياه أو تعيش في الماء، وأجسام الأسماك مزودة بزعانف وذيل لتستعملها في السباحة ويغطي أجسامها القشوع. هذا شكل السمكة أمامنا. إذا لاحظ، أول شيء يخطر على بالنا من نشوف السمكة هو أنه يغطي جسمها القشوع. مزودة بماذا السمكة؟ مزودة، هذا أشار لكم عليه، الزعانف مالتها هاي مزودة بالزعانف والذيل، هذا الذيل امسح. إذا مزودة السمكة بالزعانف والذيل. شنو فائدة الزعانف والذيل؟ تساعد السمكة على السباحة في الماء. إذا أول نوع من الحيوانات المركبة هي الأسماك. ثاني نوع البرمائيات. البرمائيات سميت هذه الحيوانات المركبة بالبرمائيات لأنها تقضي جزءا من دورة حياتها في الماء والجزء الآخر على اليابسة، ومثالها الضفادع. كنا نعرف أن الضفدع يعيش جزء من، أو نشوفه مرات يعيش بالماء ونشوفه مرات يعيش على اليابسة. إذا هو برمائي، الضفدع حيوان برمائي. طيب لماذا، سؤال يجينا، لماذا سميت البرمائيات بهذا الاسم؟ لأنها تقضي جزءا من دورة حياتها في الماء والجزء الآخر على اليابسة. ثالثا الزواحف. سميت هذه الحيوانات المركبة بالزواحف لأنها تمتلك زوجين من الأطراف القصيرة التي تساعدها على الزحف ويغطي جسمها الحراشف، ومثالها
السحالي والسلاحف. أما الأفاعي فهي من الزواحف ولكن ليس لها أطراف. إذن الزواحف سميت بهذا الاسم لأنها تمتلك مثل ما نلاحظ هنا السلحفاة تمتلك زوجين من الأطراف القصيرة، هذا الزوج الخلفي وهذا الزوج الأمامي، زوجين أطراف قصيرة. زين، لهذا سميت بالزواحف لأنها تزحف على أطرافها القصيرة، يغطي جسمها الحراشف. مثال على الزواحف عندنا السحالي والسلاحف. السحالي أيضا تمتلك أطراف قصيرة. أما الأفاعي، الأفاعي أيضا من الزواحف لكنها ليس لديها أطراف. هاي صورة أمامنا ببعض الزواحف. عندنا هنا السلحفاة، عندنا هنا الحية الأفعى، أكو السحالي، هاي كلها أكو إلها أطراف قصيرة، هاي إلها أطراف قصيرة في البرص، والسلحفاة السحالي إلها أطراف قصيرة لكن الأفاعي ليس لها أطراف. هذه كلها تنتمي إلى مجموعة الزواحف. النوع الرابع من الحيوانات المركبة الطيور. سميت هذه الحيوانات المركبة بالطيور لأنها قادرة على الطيران ويغطي جسمها الريش مثل الحمام والبلابل. إذن لماذا، السؤال يأتي، لماذا سميت الحيوانات المركبة هذا النوع من الحيوانات المركبة بالطيور؟ لماذا؟ لأنها قادرة على الطيران. طيب هسه تعرفنا احنا على أربعة أنواع من الحيوانات اللي هي الأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور. هاي الأربع أنواع من الحيوانات المركبة نذكرنا، تشترك الأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور بأنها تتكاثر بالبيض. يعني لما تتكاثر هاي الحيوانات وتنجب أنواع متعددة من هذا النوع تتكاثر، راح يكون تكاثرها عن طريق البيض. تبيض هاي النوع من الحيوانات، يبيض يتكاثر بالبيض. أما النوع الخامس اللي هو اللبائن حيتكاثر بالولادة. إذن مثل القطط، الأسود، النمور، الحصان، البقر، هذا النوع من الحيوانات تتكاثر بالولادة. خلينا نتعرف على اللبائن. سميت هذه الحيوانات المركبة باللبائن لأنها ترضع صغارها اللبن أي الحليب، ويغطي أجسامها الشعر، ومثالها الكلب والقطة والأسد والفيل وغيرها. إذن سؤال يأتي، لماذا سميت هذا النوع من الحيوانات باللبائن؟ الجواب راح يكون لأنها ترضع صغارها اللبن أو الحليب. أفكر وأجيب أسئلة، أقارن، ما الذي يميز اللبائن عن الزواحف؟ شنو الميزة اللي موجودة باللبائن ما موجودة بالزواحف؟ تتميز بأنها تلد وترضع صغارها الحليب، هاي الإجابة. التفكير الناقد، لماذا تختفي الضفادع والزواحف في فصل الشتاء؟ شنو السبب للاختفاء؟ بسبب انخفاض درجات الحرارة. ننتقل إلى صفحة 46، ما تراكيب أجسام الحيوانات المركبة؟ الحمامة من الحيوانات المركبة، وجسم الحمامة يساعدها على الطيران ويغطي جسمها الريش ليقيها من برد الشتاء وحر الصيف. والريش في الطيور له أشكال مختلفة. إذن الحمامة هي من الحيوانات المركبة، جسمها شكل الجسم مالتها مثل ما ذكرنا هو اللي يساعدها على الطيران. يغطي جسم الحمامة الريش، الريش فائدة الريش حتى يقيها من برد الشتاء وحر الصيف. والريش بالطيور يختلف من نوع إلى آخر، هذا أنواع
ريش الطيور، شكلها وألوانها تختلف من طير إلى آخر. يتركب جسم الحمامة من رأس وعنق وجذع وذيل وأطراف. هاي صورة الحمامة أمامنا، أجزائها الرأس، العنق، الجذع، والذيل، والأطراف اللي هي الأرجل والأجنحة. هذه هي أجزاء الحمامة. والرأس في الحمامة فيه فتحة الفم المحاطة بالمنقاع، والذي يمثل صفة للطيور. إذن هذا هو فم الحمامة، هذا فم الحمامة اللي هو المنقاع. يختلف وللحمامة زوج من العيون على جانبي الرأس، ولها فتحتا أنف عند قاعدة المنقاع. إذن الحمامة تمتلك زوج من الأعين، زوج من الأعين، وإلها أنف، هذا أنفها الأبيض يكون عند قاعدة المنقاع، نهاية المنقاع أو قاعدة المنقاع يكون أنف الحمامة. يختلف عن منقاع الطيور الأخرى، إذ يستعمل في التقاط الحبوب، بينما الطيور الجارحة منقارها حاد ومعقوف لتمزيق الفريسة. شكل منقاع الحمامة يكون بهذا الشكل، مثلث صغير يساعدها على التقاط الحبوب، حتى تلتقط الحبوب من الأرض أو من بين التراب الحديقة أو تراب الحقول. أما الحيوانات اللي تكون مفترسة مثل النسر وغيرها، تكون منقارها طويل ومعقوف وحاد، معقوف للأسفل، هذا اللي يساعدها على تمزيق أو إمساك بالفريسة وتمزيقها. طيب نرجع إلى الحمامة. الحمامة ولها عنق طويل يساعدها على دفع رأسها إلى الأمام لالتقاط الطعام. هذا العنق مال الحمامة الطويل هو اللي يساعدها على دفع رأسها إلى الأمام حتى تلتقط الطعام. أما الجذع فيرتبط بالأطراف الأمامية وهي الجناحان، وتستعملهما في الطيران، وزوج من الأطراف الخلفية الأرجل تستعملهما في المشي. إذن الأطراف عندنا أطراف زوجين من الأجنحة وزوجين من الأرجل. الأجنحة تستعملها بالطيران، والأرجل تستعملها في المشي. هاي الأجنحة، هاي تعتبر أطراف للحمامة، والأرجل أيضا. أفكر وأجيب، بماذا يختلف منقار النسر عن منقار العصفور؟ مثل ما ذكرنا منقار العصفور أو الحمامة يكون مثلث الشكل وصغير، أما منقار النسر يكون أكبر حجما، مدبب ومعقوف للأسفل. إذا منقار النسر حجمه أكبر، مدبب النهاية ومعقوف للأسفل، أما العصفور حجمه صغير ومثلث الشكل. سؤال آخر، تفكير الناقد، لماذا لا توجد للطيور أسنان؟ الجواب، وذلك تبعا لنوع غذائها ولتخفيف وزنها، حتى يخفف وزنها، لأن الأسنان تثقل من وزن الحمامة، فهذا الشيء ما يساعدها على الطيران بسهولة. ننتقل الآن إلى صفحة 47 لنتعرف على أهمية الحيوانات المركبة. ما أهمية الحيوانات المركبة؟ للحيوانات المركبة ومنتجاتها ومخلفاتها استعمالات مختلفة، يمكن تلخيصها بالآتي: أولاً، مصدراً مهم ورئيس للغذاء كاللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والحليب ومشتقاته، التي تمثل المصدر الرئيس لنمو الأجسام وتقوية العظام والعضلات والأسنان. إذن اللحوم الحمراء مثل لحوم البقر والأغنام، هاي هي اللحوم الحمراء. اللحوم البيضاء مثل لحوم الأسماك والدجاج، هاي اللحوم البيضاء. وأيضا البيض يعتبر من
مشتقات الحيوانات أو من طعام من الحيوانات. إذن هذه كلها تمثل مصادر رئيسية لنمو الأجسام وتقوية العظام والعضلات والأسنان. إذن هي أولاً هي مصدر غذائي. طيب ثانياً يستعمل بعضها في الأغراض الطبية والعلاجية، فمثلاً يستخلص فيتامين أي من كبد الحوت. فيتامين أي المهم جداً لأجسامنا يستخلص من كبد الحوت. إذا شخص عنده نقص في فيتامين أي يعتبر علاجه مستخلص من الحيوانات، لأنه نستخلص إحنا من كبد الحوت. ثلاثة تستعمل جلود الحيوانات كجلود الأبقار في العديد من الصناعات كصناعة الملابس والأحذية والحقائب، كما يستعمل الصوف في صناعة الملابس. إذا جلود الحيوانات نستعملها احنا في صناعة الملابس مثل القماصل، مثل الأحذية، مثل الحقائب، وصناعة الملابس الكثيرة، الجناط اللي نلبسها احنا بالمدرسة، هاي كلها مصنوعة من جلود الحيوانات. اقرأ الصورة، ما الذي يميز أجزاء جسم الفيل من غيره من الحيوانات معقدة التركيب؟ هذا الفيل اللي أمامنا بالصورة شنو اللي يميزه؟ الإجابة الرأس كبير وصيوان الأذن الكبير. رأس الحيوان الفيل يكون كبير جدا، وأذنه هذا صيوان الأذن اللي أشرح لكم عليه أيضا كبير. الشفة العليا، وتحور الشفة العليا مع الأنف إلى خرطوم، هذا خرطومه، هو تتحور شفته العليا والأنف إلى هذا الخرطوم. والجذع الضخم والأطراف الكبيرة الثقيلة، هذا الجذع مالته يكون ضخم جدا وأطرافه اللي هي الأرجل كبيرة وثقيلة. أفكر وأجيب، أقارن، ما الذي يميز اللبائن من الطيور؟ تتميز بكونها تلد وترضع صغار الحليب. نفس الإجابة السابقة بين التمييز بين الزواحف واللبائن. التفكير الناقد، لماذا يتوجب الحفاظ على الحيوانات البرية؟ أكيد خوفا عليها من الانقراض أو هجرتها، لأنها ذات أهمية غذائية وصناعية وبيئية. إذا فقدنا الحيوانات راح ينظر الإنسان من ناحية الغذاء، من ناحية صناعة الملابس، من ناحية صناعة الحقائب والأحذية وغيرها. إذا لازم احنا نحافظ على هذه الحيوانات. هذا الملخص للدرس الحيوانات المركبة. تعريف الحيوانات المركبة هي حيوانات متعددة الخلايا ولها أجهزة جسم، وكل جهاز يتكون من أعضاء متخصصة في أداء وظيفة معينة. سؤال، ممن يتركب جسم الحيوانات المركبة؟ كل الحيوانات كلها، مو فقط الحمامة، كل الحيوانات المركبة تتكون من رأس وعنق وجذع وذيل وأطراف. سؤال، ما مجموعات الحيوانات المركبة؟ عندنا هنا ذكرت لكم الأسماك، أجسامها انسيابية مزودة بزعانف وذيل تساعدها على السباحة ويغطي جسمها القشوة. نا البرمائيات، وسميت بهذا الاسم لأنها تقضي نصف دورة حياتها في الماء والنصف الآخر على اليابسة مثل الضفادع. ثلاثة الزواحف، سميت بهذا الاسم لأنها تمتلك زوجين من الأطراف القصيرة مثل السلاحف، وبعضها لا يمتلك الأطراف مثل الأفاعي. أربعة الطيور، سميت بهذه التسمية لأنها قادرة على الطيران ويغطي أجسامها ريش مثل الحمام. جميع هاي الحيوانات السابقة تتكاثر بالبيض. اللبائن سميت بهذه التسمية لأنها ترضع صغارها الحليب، ومثالها الكلاب والقطط والأسد وغيرها. سؤال، بماذا يختلف منقار النسر عن العصفور؟ قبل شوية ذكرته. وهنا أهمية الحيوانات المركبة، مصدر مهم للغذاء، يستعملها في أغراض طبية، تستعمل جلود الحيوانات في صناعة الملابس والأحذية والحقائب. هاي هي ملخص بسيط لموضوع اليوم. نرجع للكتاب صفحة 48 حتى نحل أسئلة مراجعة الدرس. ملخص مصور، نعم ملخص للموضوع مالتنا. تصنف الحيوانات المركبة إلى أسماك وبرمائيات وطيور وزواحف ولبائن.
الحمامة حيوان يتكون جسمها من رأس وعنق وجذع وذيل وأطراف ويغطي جسمها العيش. الحيوانات المركبة مصدر رئيس ومهم للغذاء الصحي والدواء وصناعة الملابس والصناعات الجلدية. سؤال الأول، ما الذي يميز الحيوانات المركبة؟ حيوانات متعددة الخلايا تحتوي أجسامها على تراكيب متخصصة تنجز وظائفها، هذا اللي يميزها. 2، إلى أي مجموعة تنتمي السحالي؟ طبعاً السحالي تعتبر من الزواحف. 3، ما الحيوانات التي يغطي جسمها الشعر وترضع صغارها الحليب؟ منو قلنا؟ اللبائن، نعم. وقارن. 4، ما الذي يميز الطيور عن غيرها من الحيوانات؟ الإجابة ذكرتها لكم هنا، الطيور، هاي الاختلاف الطيور والحيوانات الأخرى، وهنا بالوسط التشابه. الطيور تمتلك ريش يغطي جسمها ومنقار، أما الحيوانات الأخرى غطاء الجسم متنوع، بعضها قلنا شعر، بعضها حراشف، بعضها ري، بعضها حراشف، بعضها شعر، بعضها فرو، ولا يحوي الريش. أما التشابه، تتشابه جميعها في أجزاء الجسم اللي ذكرتها لكم، اللي هي الرأس والعنق والجذع والذيل والأطراف. السؤال اللي بعده، ما الذي ساعد في انتشار الطيور على الكرة الأرضية؟ طبعا قدرتها على الطيران هي اللي ساعدتها، إذا الجواب قدرتها على الطيران وهجرتها إلى أماكن بعيدة. السؤال السادس، أي الحيوانات التالية من الزواحف؟ الأرنب أم الحمامة، الإسفنج أم التمساح؟ دال التمساح. 7، ماذا يكسو أجسام الأسماك؟ الريش أم القشور أم الشعر أم الحراشف؟ الإجابة باء القشور. نحل هسه أسئلة مراجعة الفصل بصورة سريعة. أكمل كل من الجمل التالية بالكلمة المناسبة. عندنا نباتات مركبة، الحيوانات المركبة، النتح، اللبائن، الأسماك، البرمائيات، الطيور، الزواحف، الأوراق المركبة. أولاً، النباتات التي تتركب أجسامها من خلايا متعددة تتكون من الجذر والساق والأوراق، تسمى به النباتات المركبة. 2، تقضي فراغ جزء من دورة حياتها بالماء والجزء الآخر على اليابسة، يا نوع، نعم البرمائيات. 3، تسمى الحيوانات المركبة التي ترضع صغارها الحليب باللبائن. 4، تعرف الحيوانات التي تمتلك أعضاء وأجهزة جسم متخصصة تساعدها على توفير احتياجاتها كي تعيش وتنمو وتتكاثر الحيوانات المركبة. 5، الحيوانات التي يغطي أجسامها الريش تدعى بالطيور. 6، يتخلص النبات من الماء الزائد بواسطة الورقة بعملية النتح. 7، أوراق أشجار النخيل من فراغ الأوراق المركبة. 8، الأفاعي والسلاحف تنتمي إلى مجموعات الزواحف. 9، صنف من الحيوانات المركبة تكون أجسامها مزودة بالسعانف تدعى بالأسماك. الأسئلة الصفحة اللي بعدها، سؤال 10، التلخيص، ما مميزات النباتات المركبة؟ كتبتها لكم هنا ملخص. 12، أجسامها النباتات المركبة أجسامها متعددة الخلايا، لها تراكيب أجزاء جسم الجذع والساق والأوراق، وبعضها يكون أزهارا وهي تصنع غذائها بنفسها. سؤال 11، لماذا ينتمي هذا الحيوان في الصورة إلى اللبائن؟ البقر، لماذا إلى اللبائن؟ الجواب، لأنها ترضع صغارها الحليب ويغطي جسمها الشعر. سؤال 12، التصنيف، ما مجموعات الحيوانات المركبة؟ نرجع للسؤال، الجواب 12، الأسماك، البرمائيات، الزواحف، الطيور، واللبائن. سؤال 13، ما أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين الحيوانات البسيطة والحيوانات المركبة؟
أوجه التشابه الحيوانات البسيطة والمركبة كلاهما يتغذى ويتنفس. أوجه الاختلاف جميع الحيوانات المركبة متعددة الخلايا ولها أجهزة جسم متخصصة وتنجز وظائفها الحيوية المختلفة. أما الحيوانات البسيطة وحيدة الخلية قد تكون متعددة الخلايا وليس لها أجهزة جسم متخصصة مثل الموجودة في الحيوانات المركبة. سؤال 14، لماذا لا تعد الحيتان من الأسماك؟ لماذا؟ لأن الحيتان تتنفس الهواء الجوي وتتكاثر بالولادة وتغذي صغارها على الغدد اللبنية. السؤال الأخير 15، تراكيب أجسام النباتات المركبة ذات أهمية في غذائنا، اذكر بعض النباتات التي لها أهمية صحية وابحث عن صور لها واكتب تقريرا عنها واضمنه صور النباتات وعرضه أمام زملائي. هذا المفروض يكون بالصف. أنا جاوبت لكم إجابة مختصرة أنه من الأمثلة للنباتات هي نبات الرمان. من الأمثلة نبات الرمان مهم من الناحية الغذائية والصحية، فمن عصير حبات الرمان نحصل على عنصر الحديد الذي يقينا من مرض فقر الدم. هسه ننتقل إلى كتاب النشاط حتى نحل الاختبار. الاختبار صفحة 19، املأ الفراغات في أدناه بما يناسبها من مفردات. الحيوانات التي تتكون أجسامها من خلايا عديدة لها تراكيب وأجهزة جسم وأعضاء متخصصة تسمى بالحيوانات المركبة. 2، حيوانات مركبة مائية المعيشة أجسامها انسيابية يغطيها القشور تسمى الأسماك. 3، الضفادع من الحيوانات المركبة تنتمي إلى صنف البرمائيات. 4، السحالي والأفاعي من الحيوانات المركبة تنتمي إلى صنف الزواحف. 5، حيوانات مركبة يغطي أجسامها الريش تسمى الطيور. 6، حيوانات مركبة ترضع صغارها اللبن تدعى اللبائن. 7، حيوانات تستخدم الزعانف في حركتها تسمى السمك. 8، ينتمي الخفاش إلى صنف الطيور. 9، حيوانات مركبة تقضي مدة من حياتها في الماء وأخرى على اليابسة تسمى البرمائيات. أحبتي التلاميذ، هنا خطأ، ينتمي الخفاش إلى صنف اللبائن وليس الطيور، لأن الخفاش من اللبائن يلد وليس من الطيور يبيض. كمل. 9، حيوانات مركبة تقضي مدة من حياتها في الماء وأخرى على اليابسة تسمى بالبرمائيات. 10، حيوانات مركبة يغطي جسمها الشعر تسمى اللبائن. 11، حيوانات مركبة تمتلك زوجين من الأطراف القصيرة تدعى بالزواحف. الصفحة اللي بعدها، الفكرة الرئيسية. أولا، يتكون جسم الحمامة من التراكيب الرئيسية الآتية: رأس، عنق، جذع، أطراف، ذيل. 2، تصنف الحيوانات المركبة إلى المجاميع، أعطي ميزة لكل منها. الأسماك الميزة يغطي جسمها القشور، البرمائيات تقضي جزءا من دورة حياتها في الماء والجزء الآخر على اليابسة، الزواحف تمتلك زوجين من الأطراف القصيرة، الطيور قادرة على الطيران، واللبائن تلد وترضع صغارها الحليب. 3، للحيوانات المركبة أهمية اقتصادية تتمثل ب: ألف، صناعة الملابس، باء، صناعة الأحذية، جيم، صناعة الحقائب. اذكر أهم التكيفات التي تمتلكها الحمامة لتمكنها من الطيران: ألف، عظامها مجوفة، باء، تحول الأطراف الأمامية إلى أجنحة، جيم، يغطي جسمها ريش. 5، اذكر أهم التكيفات التي تمتلكها الأسماك لتمكنها من العيش ضمن بيئتها المائية: ألف، يغطي جسمها القشور، باء، وجود الزعانف، جيم، وجود الخياشيم. 6، اكتب اسم الجزء المؤشر عليه. هذا عندنا جزء منقار، هذا الجزء عيون، عنق، جذع، ذيل، أطراف. إلى هنا ينتهي درسنا أحبتي لهذا اليوم. نلتقي إن شاء الله في دروس قادمة. إلى اللقاء.